وش فيك معصب؟ العنود عصبتني. وش صار؟ أقول لها هالإجازة نبي نروح جدة البحر. يا جدي، من اللي ما يحب يروح جدة؟ وهي وش تقول؟ تقول إلا نروح أبها، وأبها ما فيها بحر، المفروض نروح جدة. هذا رأيك؟ إيه، بس هو الصح، صح؟ والله كل واحد يشوف رايه صح، هي تشوف رايها لا صح، وانت كذلك. طيب كيف نحلها؟ خاصة ان امي شكلها مع العنود وتبي ابها. وابوك؟ ابوي مثلي، يحب جدة والبحر. اجل مالكم الا حل واحد. وش هو؟ الحوار. وش يعني؟ يعني يا ولدي اذا اختلفت الاراء بين الناس يقعدون مع بعض يتكلمون ويوصلون الحل مشترك. مستحيل نتفاهم أنا والعنود. أنت تقول كذا لأنكم ما تحاورتم. ما سمعتنا نتحاور قبل شوي؟ اللي سمعته أنا صراخ، ما كان حوار، كل واحد منكم كان يسمع صوت نفسه بس، الحوار شيء ثاني. كيف يا جدي؟ اليوم نجتمع كلنا ونتعرف وش معنى الحوار وش فوائده، اتفقنا؟ اتفقنا يا جدي. خلاص خلاص يا بنيتي، الله يهديك، لا تبكين. يعني سعود يبي يفرض رأيه علينا كلنا. في بيتنا يا بنيتي ما في أحد يقدر يفرض رأيه. أنتي يمه ما تبين أبها مثلي؟ إلا يا بنيتي، لكن الرأي ما هو برأينا أنا وأنتي وبس، لا، معانا أبوك وأخوك وجدك بعد. سعود هو اللي بيفوز. لا يا بنيتي، ما هو بالضرورة كذا، خلينا نحضر جلسة الحوار اللي قال عنها جدك وبعدين نشوف وش يصير. ما شاء الله سعود، وش قاعد تلعب؟ هذه اللعبة حقت الصيد يبا، انت موافق عليها من اول. احسنت يا ولدي، وكم لك تلعب ما شاء الله؟ لعبت نص ساعة وباقي لي تقريبا نص ساعة، وانا وعدتك اني ما العب اكثر من ساعة في اليوم. ممتاز، يلا وانا ابوك. الحين جدك يبيك، يقول عنده جلسة حوار عشان سفرتنا في الاجازة. تفضل. يبا انت معي، تبي جدة صح؟ صح وانا ابوك، بس خلنا نشوف وين تودينا جلسة الحوار حقت جدك الله يحفظه. الحين كلنا اجتمعنا والحمد لله، حتى نوصل نتيجة مرضية للجميع. جدة البحر، أبها الجبل، وجدة البحر. أي بحر؟ أصلاً ما في أحلى من الجبل والخضرة. أقول جدة، أصدقائي كلهم بيروحون لها هالصيف، وحنا وش علينا من أصدقائك؟ بس خلاص.
تدرون هذا اللي تسوونه وش اسمه؟ هذا يسمونه جدال، وجدال عقيم بعد. وش يعني يا جدي؟ يعني كل واحد منكم يسمع صوته بس، وحنا بشر إذا ما تكلمنا مع بعض بوضوح وكل واحد سمع الثاني عمرنا ما راح نتفاهم. آسفين يا جدي. زين الحوار يا عيالي له عدة شروط. وش هي يا جدي؟ أول شرط إننا نسمع أكثر مما نتكلم، نعطي كل واحد فرصة يقول حججه وأسبابه. طيب والثاني؟ الثاني إننا نحترم الرأي الآخر ونقدر صاحبه مهما اختلفنا معه. تدرون إن في حق من حقوق الإنسان اسمه حرية التعبير؟ سعود مرة ما يعرف هذا الحق، هو بس اللي بيعبر عن رأيه. مو بصحيح. اهدى يا سعود، هذا رأيها وهي عبرت عنه بصراحة، ليه تزعل؟ زين أقدر أقول رأيي فيها؟ مو بالحين، بعدين. وهذا يودينا للشرط الثالث، وهو إننا نتحاور بنظام وترتيب، ما حد يطمر على كلام الثاني. والحين نبي نعرف من يبي أبها. يما أنت معها ولا معي؟ سبحان الله يا سعود، ما قلنا حرية رأي ونحترم آراء الآخرين؟ آسف يا جدي. ومن يبي جده؟ باقي أنت يا جدي. تكفى تكفى، خليك معنا ونصير ثلاثة ضد اثنين. زين اقنعوني. واحد، الجو أحسن من جو جدة، وبراءة في الصيف. اثنين، في جبل وجدة ما فيها جبل. ثلاثة، في خضرة وزرع وجدة ما فيها. أربعة، فيه مطر وجدة ما فيها مطر. جدة فيها بحر وأبها ما فيها بحر. جدة فيها دبابات بحرية وفيها صيد سمك وفيها خالد صديقي، وممكن يجي معاه ولد عمه وهو صديقنا بعد، ونلعب وننبسط، يعني وقت ممتع للجميع. زين أسبابكم كلها وجيهة ومغرية. طيب وأنت وش اخترت يا جدي؟ ما أدري، أنا محتار. طيب أنا عندي فكرة. وش هي؟ وش رايكم نسوي قرعة؟ أنا موافق. وحنا موافقين. أنا بصورة يبا، إذا طلعت صورة أنا اللي بكسب، وإذا طلعت كتابة هي اللي بتكسب. هي أبها أبها. خلاص يا جدي أنا استسلمت. طيب طيب أنا جتني فكرة. طيب وشي؟ وش رايكم أسبوعين في أبها وبعدها أسبوعين في جدة؟ أنا موافق، هذا هو الكلام يبا. وحنا موافقين. شفتم وين ودانا الحوار؟ لو أنكم على الصراخ والجدل كان ما وصلتم المكان. صحيح، آخر مرة يا جدي.